Давай, бою. Подавати на мукрашу перевагу. مش قبل فترة اللي فيها اجزاء
tabii daha doğu. Mesela sizin kalemiz hemen bir şey durar. İster şartlarda sayısına ve şeylerle, övrel ve şeylerle. Gittikler de yani bro tarih. İster şartlarda sayısı, süper şeyler giden ve havası övrel bir sayı. Ve hatta aynı aslında. Her övrel bir anti, ve sayı bir tane, her şartlarda övrel her şeye lehne. Neden bu sana koyayım?
يبقى الفرشة التي بتاعتي فيها فرش قدام تدخل من الخلطان ده سميته طب نصه اي جزء من الفرشة التي عباره عن قديم لو حط فكره دلوقتي هتقول لي دي بتاعت فيبر رشيد معموله بالفرشه كفر بالتنين كنت بلد كنت بتروح خالص فما جاش التنين بالطفنس ابني لغايه ما تيجي مرحله اثناء بالتنين وفيبر رشيد تعالى بقى ناخد الطفنس ابني الاولاني مش كده؟ بقول لك انت عارف تلاقي الحاجه وانت عارف ارفعها وتكرهها في الاصل وليه كرهها في الاصل؟ هي كلامها اقل بس محتاج ترتيب شغل. يبقى بالتالي الفرشه اللي بتاعتي فيها فتحه من فوق اسمها الفتحه المفروض لسه سميتها طفنس ابني. طفنس ابني دي ابني فيها فتح يعني كان خرج والفرشه دي قعدت فيها بين جسمه وبين شرط الاسبين عشان الفرشه تتفرج له. اللي جاي ده مهم جدا لغايه ما تدرسوا بعض طبعا الناس مكبرين الفتحه الفتحه دي اسمها صفر الكوبري والبين جاي يدخل المطار جوه اسمه جرين صفر الاسبين. على فكره لو حد فينا سمع عن الدوالي اللي بتيجي في الرجلين ده البين بتاع الدوالي وبرده لو سمع عن عمليات القلب المفتوح ده البين اللي بتاخد منه حته وتحطها يعني البين لازم يبقى في الدماغ بس ده الذكر والمحفوظ زي الفل وطبعا لو في الرجل السوبر مهمان ما اعرفش انا بنوصله بس هو مهم جدا بخاف خالص. الناحية دي بقى اللي هي الشفاية بتاع الصاير. في عظمة هنا كان اسمها إيا كريست. الإيا كريست ده بيبقى عليه تبرز من بره اسمه إيا تبرز. الذاكر هيبون يعرف كويس اللي جاي. الناس اللي بتصحى تقدر تقول بالهيبون بتاعتنا للعظمة دي كان ليها إيا كريست. الإيا كريست بتاعنا دوت اللي هو الأبر بارت بتاعنا هنا كده لو حط سطحين دي الهيبون بتاعنا. الأبر بارت ده كان اسمه ولاد لما كده إيا كريست اسمه ولاد إيا كريست. إيا كريست ده بيبقى عليه من بره من بره مش من جوه. تبقى في حتى بلدة اسمها إلياك تيبيرج بينها وبين الأندوز تيبيرج بين حوالي قد إيه ولاد 5 سم يبقى البوردر من بره هنا هيبقى في تيبيرج اسمه ولاد إلياك تيبيرج اسمه ولاد إلياك تيبيرج يبقى إلياك كريست هو الأبر بوردر طبعا أنت دلوقتي بنشرحها الواحد قاعد في البيت ما ذاكرش إيه البوم ما ذاكرتهاش أنا جاي حق أسأل الدكاترة وبشرحها زي ما اتفقنا قبل كده الناس هتقول لك ده اسمه كذا وده اسمه كذا وده ما ينفعش تسأل لور من غير عمر زي القمر من غير عمر ما ينفعش انا زي الدور في الكوليكتر ولا بخلص السنه هبقى اسالهم سؤالين وارد فيهم. ارجع اسال سؤال العظمه اللي سميتها بلاد هيبو هيبو الثانيه بتبص عليها في الفرداليه. اول تجديد ده كان اسمه السم. والبو ده قال لي كريستا بلاد اللي هي كريستا. لو انا مش عارف ايه كريستا اللي هي كريستا بلاد رجع لورا قال لي حتى بلده كده. سميت التيبيركل بتاع اللي كريستا بلاد اللي هي كريستا او اللي هي كبير بتاع الالفا ليه. منه من انجيوس بيرس باين 5 سم 5 سنين ارتفع من الدكتور. انت بتقولولنا ليه؟ لما اجي اشرح بني ادم ببص على الاثر السلبي بتاع السايد اللي عندي دوت اللي حاطط الراجل ده انا بديله سبيرك سباين بتاعي ده انا سباين انا بديله سبيرك سباين وده كريست اسمه ايا كريست اللي بعد عن ايا كريست دي تبرك اللي اسمه ايا تبرك ايا تبرك نازل نازل انت كنت بتجيب فرشه انت تحت السلب تروح فين؟ هيبتا تيتا والاثر الكوكاي بتاع سيبيا وهيبتا تعرف اسمها فيبيا لان فيبيا تراك ده اسمه اليو تيبيا تراك ليه بسميه اليو تيبيا تراك؟ الدكتور ده جزء من دي فشة بطخين يبقى لما جه السؤال الصار عليه فشة كده اسمها الفشة ديت فشة ليه؟ على اللاتا والصيد الفشة لاتا بطخين امير في روفايا لان مدينة امير سطخينة الفشة لاتا بتدور الصار على اللاتا والصيد بتاع الصيد الفشة لاتا بقت صوت سجن وعملت حاجة اسمها اليو تيبيا تراك ليه سميته اليو تيبيا تراك؟ قال الدكتور ايه يا كبير وتحت العظم مين التيبيا بس مش تيبيا بس لا تفضلوا التيبيا لا تفضلوا بتاع كبسول الدالي جوينت لا تفضلوا بتاع الماتيلا هيك وفي بلا اربع حاجات بتتسبب تروح فيهم ايه التيبيا تراك ده يا اولاد بتتسبب فيها عضلتين من حتى ناخدهم اللي من ورا اسمها جلوتيس ماكسيمس واللي قدام دي اسمها تنسور فاشل طبعا انا عارف انكم بتفهموا لما اقول كلمه تنسور يعني حاجه تاني وفاشيا لاتا يعني ايه العضله دي بتشد عليه اللي فيه بيتراك طب وليه اللي فيه بيتراك ده جزء من انهي فاشيا من فاشيا لاتا لو شد عليه هتنس ولا براشي يبقى تنس يبقى العضله اللي بتعمله كده اسمها تنس فاشيا لاتا العضله اللي جايه من ورا اسمها جلوتيس ماكس الجلوتيس ماكس ما بتتبروتينش من ورا العضله دي اللي بتدي فيها الحقن وبالتالي ابقى عارف ان في عضله هنا هندرسها بتعمل انسيرشن فيه يعني ايه اللي فيه بيتراك ده هيبقى فيه انسيرشن لعضلتين واحده من قدام واحده من ورا لان قدام اسمها تنسور فاشل واللي جاي من ورا اسمها جلوتيس ماكسيمس والثلاثه مع بعض كده بيسموهم الدلتويد بتوع اللي هو الليب حد فاكر الدلتويد بتاع اللي الليب كان فين؟ على رغم اتفاقه اه والله كان واحد يبقى واقف هنا عنده دلتويد كده والله هنا عنده دلتويد كده الدلتويد بتاع اللي هو الدلتويد بتاع مين؟ من الاور بس اور كانت حاجه وحشه كان ليها انتيل فايبر وميدل فايبر في برضه ليها انتيل وميدل بس الميدل هو الاليو تيبيا تراك اللي كنت بتاكل لما ياخد العضلات هنبدا تتفرج في بتاعتك ما بتحسوش نار بس عايز اعرفك على حاجه
هتيجي سيرتها شغلين ان في سايكلز قويه جدا اسمها فاشلات. الفاشلات دي بتتغلب في الصاير، الفاشلات دي مفهومه طلع منها ثلاثه انتراستور سته وعلاقه السايد عمل تراك اسمه هيليو تيبيا تراك. يبقى المفروض اللي قدام الفتحه اسمها صافي نازلوب العيوان مش دعوه مش مختار مين اللي بيعدي فيها ومين اللي قابلها لسه ما نعرفهاش. شوف ده دي بالنسبه للصافي نازلوب. والفاشلات علاقه السايد عمل تراك اسمه هيليو تيبيا تراك. انا بقول النهارده عشان لما اجي اشرح حضره من دول من دول ما توقفنيش المحاضره ان في عضله بتنشط فيه كذا وعضله بتنشط فيه لما شفتوا هيعملوا كذا لما كنت ما تعرف الاكشن بتاعه ما كنت تركت على الاطر سايد اسمه انتو تيبيا تراك. الفاشيه اللي هي تطلع منها حوالي داخل في جوه سبتول الخلايا جدا اللي هي انتا ماسكولار سيرتا. كم انتا ماسكولار سيرتا لو فاكرين؟ ثلاثه. الثلاثه دول واحده ميديا واحده لاترال واحده ولاد وستيل. والثلاثه ستيشن دول اتطلبوا في الاطر العظماء قسموا السهل كم كومبارتمنت ثلاثه. يبقى ده سيستم ميديا ده سيستم وستيل سيستم يوليان ده الثلاثة سبت أسهم وصل لكم واحد؟ لأن لو كان تسميته أنتيرو كومبارتمنت وده اسمه ليل ميديا وده من دوريال كوتين. كل الكلام ده ليه عادات واحدة واحدة ومحدش يبقى صحيح إن شاء الله بإذن الله كل ما تيجي احتياجنا لجزء منهم هنتكلم في الشتين السبتين. قالوا ليه الناس صح كده؟ العضلة دي في العضلة دي دوريال كتيمة طبعا كلنا سمعنا في المحاضرات أو في المراجع في السكاشن عن حاجة اسمها لينيا اسفرا. اكيد سمعتوا عن حاجه كده ولينيا اسفرا بتاع الاجزاء الطبق الصحيين لو انا خدت الورقه دي وعملتها كده يبقى ده حاجه ولا حاجه تاني عملتهم كده ايه اللي تبقى واقفه دي تبقى مين اصلا الواقفه دي كتيره اسافر فيها حاجه كده اسميه ميديا انترفاسكولار سيرفر. ميديا انترفاسكولار سيرفر بتسافر في الميديا اللي اسمه ليني اسفرا وممتد فوق ده حاجه اسمه سبايرال لاين زمان كده حاجه اسمها ميديا سوبر كوندالري او لاين حاجات زي كده وعكسه اللاتك اسامي كده مش كده لا وكمان التوصيل يروح للاتك يبقى كام سيستم كده موجودين ثلاثه واحد ميديا واحد ايه لاترال واحد يوليان توصيل. وجود السبتيشن دي في الصاير بتقول بتقسمه لكام كومبارت طبعا لازم الاربورد ده كروس سيكشن مش كده وبالتالي الصاير بيتقسم لكام كومبارت مين الثلاثه كومبارتمنت اديله كومبارتمنت وميديا كومبارتمنت وتوصيل بنساعد التقسيم هو مين وجود يوليان الجيتا ماتشر سيستم اللي تعتبر دي فاشل طلع من جيل وما كده من فاشل رحت الخط اللي ورا اللي اسمه ايه؟ لينيا الفا مش كده؟ هنتكلم مع بعض على اول عضله من العضلات اللي نقدر نتكلم عليها اسمها صوص ليل. كلمه صوص بتبدا بحرف بي. هي بقى ابدا بعد قلت صوص. صوص يعني اشتراك او جد. بما ان صوص ليل مش اكيد مستهدفه رقم اسمها صوص ماين. العضله صوص ليل الخاصه بالليل. العضله دي وليد بحرف فرحان. الناس اللي سامعه كويس العضله دي اسمها ولاد صور بيت. الصور بيت ما بيساعدنا ما بيتكلمش في اللغه بس بتقعد في قصه منها. الصور بيت دي مهمه جدا في سنه ثانيه. انا ولاد الطلبه الصحيين. صف 56. في 56 عضله اسمها ولاد صور بيت. طبعا بما ان في صور بيت اكيد منتظرين عضله اسمها صور بيت. سنه ثانيه ان شاء الله. الصوت بيز العضلة في الجلد العظمى جلد يعني بيز أوترايب صوص يعني جلد أوترايب جلد كامل العضلة الجزئية ديت أو صوت بيز بتاخد أرج من إيه يا جماعة؟ من 21 أرج ال 21 أرج بتوعها عبارة عن مين؟ لو بصينا كده على الأمر بالتبرة 1 2 3 4 5 من 5 لأمر بالتبرة وصراخ 16 يبقى عرض الارضي من 5 ل 4 برتبر. كل برتبر اللي بيطلع منها بسيط بالعرض اسمه ترانزفير بروسيس. من اللور بوردر والانتير بتاعتهم بتاع 5 ترانزفير بروسيس يبقى ده ب 5 كمان. من 5 انتر برتبر ديستنس اللي بين البرتبر اللي 5 كمان. اللي انتم شايفينه ده اسمه ولاد تندرس ارض. وده تندرس ارض. وده تندرس ارض. وده تندرس ارض المفروض يبقى في واحد كمان. كل تندرس ارش دوت بيبقى ماشي تحته هنا ارتري اسمه لامبر ارم. الاورطه المفروض بقى كده يطلع منه ارتري يخش في البيت دوت ويرجع ورا عشان العضله ما تديهوش ربنا عمل عليه كوبري. الكوبري ده اسمه تندرس ارم. تاني العضله بتاعتنا لما نيجي ناخد ارج جه الارج بتاع العضله بتاعتنا عايز واحد فينا يقول لي كده العضله ديت 21 ارج. البادي بتاعته 12 سنين 5 لامبر فيرتبري 5 بادي وخمسة انتر فيرتبرا ديسك وخمسة ترانسفيرس بروسيس انتيرو بوردر وانتيرو سيرفس والبوردر
وخمسة من أولاد تندرس أرشز. تندرس أرشز دي كمان من الفايبر سيستم. كل كوبري من دول مين اللي مش تحته أرض. يعني قدام رجل بعض عشان أقدر تقول ربنا عامل له كوبري كده اسمه أولاد تندرس أرشز. بس أصلا بس الظهر في خصوص كده نقدر نقول مع بعض عايزين بعض مش لما واحد الخزين مش عارف قوي أجواء كرشين أورجين ارفع راسك خطوة مش كده لا خمسة لمبر فيرتبري خمسة انتر فيرتبري ديزل خمسة ترانسفيرس بروسيسز خمسة تندرس أرشز وبعدين ساعتين 12 مش كده لا ما فيرتبري ليها كم كرش يا أولاد ده العضلة كم العضلة كل ده انت بتقول تحت الناس اللي قاعده صح هي الطرف اللي جاي هنا العضله دي بتمشي على الفيلم اللي فات في ليجامنت مهم جدا اسمه الجوايا ليجامنت الجوايا ليجامنت بتوصل من ايه لمنين؟ من حاجه اسمها بيبي كتابات اللي جاي سباين اسمه انتيريور سوبيريور سباين الناس اللي جاي سباين تعرف ان في حاجه اسمها سيرفيس بيبي السيرفيس بيبي ده ارتفاع بيبي كويس مين وشمال ده البادي اوف ذا بيبي فول ده البادي اوف ذا بيبي فول ده البادي اوف ذا بيبي فول الأبر بوردر بتاع البادي بتاع البيبي فول اسمه بيبي كريس بعد 1 انش طول تطلع هنا تبرك اسمه بيبي تبرك ده البيبي تبرك البوردر اسمه كريس ونايف تبرك البوردر طوله ايه؟ طول فترة ونص من هنا ليه؟ طب حتى في الآخر دي اسمها ليه؟ تبرك البيبي تبرك هنا وانتيوب سبيرك سباي هنا ومنهم ليجامنت اسمه ليجامنت ده انجواينا ليجامنت اسمه ايه؟ انجواينا ليجامنت اللي فينا زي بيكتورس ميجور كان في عضلة زمان اسمها بيكتورس ميجور فاكرها مش كده؟ كان بيكتورس ميجور دي من عضلات البطن الأمامية هنا في ناس محاربة تانية بس قبل ما نرجع لها هتاخد سؤال المنظر عندي هنا كده أولاد ده المنظر بتاعي فين السوبر ميجور بتاعتنا هنا كده أولاد ده بطن روح على فكرة ده البرامي فوق وده سنتر تندون وده كراي كراس وده ليف كراس وده الأورطة معدي ويلا بالمرة تتكسر مع ديت تبقى لي دكتور أولاد راسي متكسر وبتدعكم ودي لمبر في الكبرى ودي سيكرا مين العضلة اللي دي اسمها سوبر سكيل والعضلة اللي قدامها دي سوبر سماين على فكرة لو حد فينا حب يبص كده اسمها الكلمة المكتوبة سوبر سماين وسوبر ايه مين فالسوبر سماين بتبقى نايمة قدام السوبر سكيل في 60% من خلق الله المهم هنعرفها السنة الجاية إن شاء الله السوبر سماين بتنزل من فوق لتحت تلاقي الليجامنت ده مين الليجامنت الموجود ده؟ جوايا ليجامنت تمشي ديب ليه وراه وتخش فرونت اوف ذا سايد تخسر الريسبشن في الكيبر في التروكاتر اسمه ليزر التروكاتر اسمه ايه؟ ليزر التروكاتر الاور كيبر كان اور انت هيد ونيك وجريزر التروكاتر وليزر التروكاتر اسمه ايه؟ ليزر اسمها الاور دي سوبر سكين اسمها ايه؟ سوبر سكين الناس اللي صليت على سوبر سكين اللي عباره عن ايه بقى لو ركبت قدام قالوا ايه واحد واثنين وثلاثه اللي هتعرفوه بعد كده معايا ان شاء الله لو عشنا ان السوبر سكين دي جواها شبكه من الاعصاب اسمها لمبر بليكسس بديلة للبريك البريكسس بتاعة الأربع دين بس لو البريكسس دي جوه العضلة دي يعني العضلة دي لما نشرحها في المشرحة هتلفتها كده الاقي جواها أعصاب بتتشابك تعمل بليكسس اسمها لمبر بليكسس المهم الناس اللي صليت على العضلة دي لمبر نيرف نمرة واحد لمبر نيرف نمرة اتنين لمبر نيرف نمرة تلاتة قدام انتوا فاهمين العضلة دي فاهمينها ليه؟ سوبر سبيد اسمها ايه؟ سوبر سبيد سوبر سبيد من سيرة الفاز للتيمة ثاني تركانتر ليل ليه تركانتر عندنا في عضلة تانية اسمها الياك برضه قلت منين؟ من فصلة اسمها الياك فصلة لازم نتذاكر كويس الطرف اللي جاي الياك فصلة بتاعت الولاد ده في التليفون تقول بعد الصعاب طب ايه؟ لا ما تصعبهاش قالوا ليه؟ اللي هي دي هيربون اللي هي دي هيربون ده كان هنا في فصلة ولاد اسمها الياك فصلة العضلة بتطلع من القرن دي البارك بتاع دي القصة كلها وبص زي كده ما كانش ده اسمه سيكرو ده اسمه سيكرو ده اسمه سيكرو السيكرو بتاع عظمة مثلثة اللاتا بارك بتاعها من فوق ده واللاتا بارك ده اسمه جناح السيكرا على اوف ذا سيكرا يبقى ده اسمه العظمة دي قبل اسمها سيكرو عظمة السيكرا بتاعتها دي واقفة كده اللاتا بارك بتاعها ده واللاتا بارك ده اسمه جناح السيكرا على اوف مين سيكرا طب مين العظمه المفروض تركب جنبها هنا هيربون العظمه اللي تركب هنا اسمها هيربون انا انزل الصفحه اللي تقدر تقف على جاي لو بص على واحد اللي قدامك ده انتوا فاهمين اكتر من كده وليه اللي عندي ثلاث طور شطار بتوعنا عباره عن مين نمبر واحد نمبر اثنين نمبر ثلاثه نمبر اربعه نمبر خمسه وده مين ده سكر الحته دي من السكر والحته دي من السكر اسمها جناح السكر يبقى لما احط السكر كده على قد سكر ايه ال ايه جناح السكر جناح يمين وجناح شمال السكر وبعدين فتحات كده المنظر ده بس اسمعني اللي عندي قدام دي يا ولاد ده التليفون بتاعي
وده بيرجع صامل كده للطلبة الصحيين والفصة اللي هي بتبقى مش فصة اسمها هي الفصة لما تاخد قرش الإلياكة بتاخد قرش من القلب بسكرام ومن الإلياك فصة وتنزل تروح تعمل استرشاف في اللوبر العضلة اللي استخدمتها وليه؟ إلياك وقت الزقر الإلياك استنى في الكتاب طبعا مين الإلياكة؟ الإلياك فصة طبعا محدد طبعا بعد ما يبقوا مختلفين لذلك اللوبر مع بابر أو هيبر أو الإلياك فصة أو طبعا الإلياك فصة طبعا أكيد يعني يبقى الفصة دي إلياك فصة في الهيب بول تمام انا طالب الايه قصه وطالع من القلق الدقيق كمان قلق التذكره ولازم كده واخش هنا كده اسال سؤال لو في ده ترانسفيرس بروسيس وترانسفيرس بروسيس ترانسفيرس بروسيس وترانسفيرس ترانسفيرس حد فينا بيقول ايه الارش دوت وايه الارش ده وايه الارش ده مش اسمه الارش دي سينس الاصحاب وهنا في واحد كمان لو دي تروح من 30 في الاسرار في الكاميرا ولا لو بعد كده اثنان والديسك اللي بينهم دول اسمهم انتر فالتمبرال ديسك اسمهم ايه؟ انتر طب حد فينا عنده دم وضمير وصح جدا وقدر يقول لي كده العضله اللي انت بترسمها اللي انت بتعملها يا دكتور اربع عضله اسمها الصغاصين لو خدت من البادي بتاع 12 ومن الديسكات ومن البادي اللي هنا ومن التندرس ارش نفس كده مين العضله اللي انت بتقول اسمها الصغاصين نازله كده عاديه في البلفس وكملت في اللور ورحت تعمل سيرش في العضله مين العضله اللي انت اسمها بي مار اسمي مراكبه كده لو هعمل سيرش في التركاز الاثنين مع بعض الصور تيجي كبيرة والتلياكة تجول التندو بتاعي والتين يبقى اسمهم في اللغة إليوسوبوس اسمهم ايه؟ إليوسوبوس ايه سميتهم إليوسوبوس؟ تلياكة في الصور جيد أرمس الصور تلياكة تمتد شوية تعمل سيرشة كمان في الباكو فيما تحت لسه بتركاتر المسافة وقت ايه؟ يعني ليه السيرشة ديالة في فيما غير نعمل السيرشة في التندو بتاعينا بلاد الصور فيه العرض تسميه تقريبا لسه بحط استرحال سميناها برضه دي الياك قالوا الياك بتاعت عامل سيرشن ازاي قلت ازاي قالوا لسه الصف كده مش مع بعض العجينه الطرف كله تبقى وتمر جدا في ايه العين ده يبقى مين يا ولاد دي تبقى لمبر في الكبره واحد ودي لمبر اثنين ولمبر ثلاث واربعه وخمسه ودي السكرم كده والترميل اللي فوق ده بلاد مرتفع هنا عندنا مين العظمه اللي هنا ده الياك وده بيت البيزنس بتاعي بس اسمعين هنا مين العظمه اللي تركب دي اسمها فيم ده انتو كانتر فيها ده سلس وده انتو كانتر ايه هنا في ليجامنت كده اسمه ليجامنت ده انكوينا ليج انا هنا في ترانسفيرس بروسيس ترانسفيرس 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 ودي البادي بتاع المكان انتر فالتبرادس اسمها ايه ايه اللي راكب هنا وايه اللي راكب هنا وايه دور وايه دور وايه دور اسمها ايه دي تندرس ارش تندرس ارش بتاع العضله في كل العضله تاخد كل في مين بقى لسه بنهز مع بعض ولا لا انا لسه بنهز مع بعض البادي بتاع مين يا ولاد لما كده دي 12 والبادي بتاع ال1 الترانسفيرس بروسيس الترانسفيرس بروسيس لور بوردر انتيريور سيرف الترانسفيرس بروسيس لور بوردر انتيريور سيرف الترانسفيرس بروسيس لور بوردر انتيريور سيرف مع كده طب هنا في الارض في ارض بيبقى ماشي كده راجع لورا اسمها الارض اللي راجع دي لما الارض بتنزل العضله من فوق لتحت اسمها الارض ديت صوت والجمال اسمها الياك والاثنين هنا كده صوت دي نازله كده راح تعمل سيرش الياك تعمل سيرش في التنزل بتاعها عشان كده بنسميهم مع بعض ايديو صوت بس في صوت فايبر الياك تمتد تعمل سيرش دايركت في الباك بتاع الشغلات يبقى اوتر انت تكتر لسه تكتر ايوه شوف كده العضله استخدمتها بلاد صوت دي العضله اسمها الياك الياك في الناس الفرعية بتاعها فيبرا طبعا مثلثاتها باذن الله بتنسى حاجه غريبه جدا الفيبرا نيرف بيبقى جاي من ابدو من نيرف من العضلتين دول بيخش السايد الفيبرا نيرف قبل ما بيخش السايد بيدي نيرف الصدايا العضله دي فمن العضله لازم تضغط الطب بنسى تضغط سؤال هل الفيبرا نيرف بتاع اللغه ليه برانش في الابدومن؟ تبقى الطالب مش متاكد تقول لك لا ده بتاع اللغه بس هو ماشي لسه في الابدومن بين الياكس والصور هل دي نيرف الصدايا للعضله اللي اسمها الياكس تحاول يقول الكلام ده من غير كلام مش واضح يعني مش قلقان كده بس انا ولاد الناس اللي عندها دم وضمير وارواح صاحي يبقى عندي عضله اسمها الياك الالياك بتطلع منين؟ قال لي بتطلع من الياك بوك باي جوينينج بارت بتاع مين؟ على الاساسين انا بتذكر هنا قاعدين مع بعض في المحاضره قلت مين القلق السكرم هاجي قال نفسي يا دكتور هاجي مثلث موافقين وادي فتحات على السكه من قدام موافقين الحته دي والحته دي اسمهم الحته الاجانب دول اللي هم السكرم قلق السكرم قاعد اقتهم مش كم دول قاعد اعرفهم يبقى اقتلهم دلوقتي مش كم مش عارف مع كلمه وخلصت لغايه ما اخد السنه الثانيه عضله اسمها مين ولا ايه السكرم بتاع البيت العضله بتاعت نزل كده قلق السكرم through the tendon but insertion عن طريق التندون بتاع الصوص مين اللي هو انسرتد في الاسانتروكان تمام طيب هنا طبعا في حاجه احنا اتعودنا عليها احنا بنقول ما تذاكرش انا بقول للطلبه الصحيين انا
المسؤول بيبقى ايه؟ التاج، انت عارف التاج التاني؟ اورجن ديرمش، ان موضوع انك تنزل المشي دي بكذا وحتى بكذا وكلام من ده كورس، انت خلاص بقى كبرت، انت بتقرا العلم، انما ما بحبش غير المذاكره، مش بتقدر تذاكر حاجه تنفع، بذاكر كويس احفظ كل حاجه، بتاخر في المذاكره يبقى العلاقات خلاص بقى نشوف انت بتدور فين، احنا بنشرح عشان تفهم، بس الشغل ده انا عاوز احفظ ليله الامتحان كلها وانا في الاخر شكل كل حاجه حرام صعب يعني. المهم الانسيرشن تو ذا تندر سو سيف انت ذا ريسن تو خاطر وفيما عند الديستانس اوف وان انش انا ما كنتش مش كام ده في لوز تو كاونتر مش بلوز ده ايه يا جماعه تو كاونتر بلوز ده تو كاونتر على جد تعمل في بري انا حتى من الفكره في الفيما نفسها او طب ان تو كاونتر كمان لو كده ليتر تو كاونتر حوالي قد ايه لو كده وان انش نفس الصغيره دي ايه نمبر اوف فيمورال نيرف باي برانش ارايزنج ويذن ذا ارم يعني لو كتبوا بين قوسين ده الفيروس مثلا للقلب الرئيس الارم وبيقول له هو النيرف الصبلاي بتاع العرض قد ايه على الفيمورال نيرف لو انت في الفيمورال نيرف في امتحان عامل السنسات بتاع ثالثه في السنه سؤال هل النيرف ده ليه برانش في الابدومي كل كيلو لا ده بتاع اللور مش كيلو ده ان هو في الصبلاي الابدومي العرض دي اسمها ايلياك ايه العشره بتاع الصوص دي It is the strong, it is the main flexor of the hip joint. Main flexor of the hip joint. If I have to add, I have to flexor the hip joint, then you have to source with your man, the leg. That's the source with. Let us assume a femur, the hat is in the arm, the hat is in the arm, the hat is in the arm, the hat is in the arm. The femur, the hat is in the arm. Angle of torsion. Angle of torsion. Angle of torsion. Anyway, بعد كده تعمل فليكشن يبقى كل فليكشن
لازم يبقى معاه ايه بعد كده؟ مين ده؟ سبب كده الانجل اسمها انجل اوف دورك، ولنا قصه ثانيه في الموضوع. يبقى بالتالي لما اجي اسال سؤال الطلبه الصالحين، يبقى لما يسال سؤال انا عندي دلوقتي في كتابنا كده نلاقي الصور فيجر، بس كتاب دلوقتي بتعمل ايه لو تقدر تعمل فليكشر، مع الفليكشر موجود حاجه اسمها ميديا روتيشن. في تعريف تاني للموضوع، بس عايز اسال سؤال الطلبه الصالحين. يبقى الصور فيجر بتاعتك بتعمل مين يا ولاد؟ فليكشر. إذا تعمل فليكشر اوف ذا هيد جوينت، الأهم عضلة تعمل فليكشر للهيد جوينت هي أي عضلة ولاد؟ صوبر تيل، اسمها إيه؟ وطبعاً العملية، افرض إنك نايم، نمت على السرير كده وطبعاً الميديا روتيشن ده بس، لو نمت كده على السرير، نمت بس ما حدش يصحيك. الصورة تميل من هنا لهنا، تشد كده، يبقى العضلة الفلوسي دي أي عضلة؟ صوبر، مين شد على مين بقى لما كده؟ السيرشن شد على الأرض، يبقى لو تبص صوت فيجر يبقى تقومك من ايه يا جماعه؟ من الكامبر بوزيشن لحاجه اسمها السيتنج بوزيشن بتاعك، فلو ما خدتش الشرحيات ورينا في الدرس. يبقى الاكشن الثاني للطلبه الصالحين، يبقى الاكشن الاولاني العضله بتعمل ايه ولا بعد كده؟ ميديا بوزيشن اوف ذا ساي اوف ذا بيلز، تدفع على البيلز، يبقى باور كونفليكشن الموضوع الثاني. وتعمل كمان عمليه اسمها ميديا بوزيشن، ميديا بوزيشن. ميديا بوزيشن ده اجباريه اداه الشخصيه اللي بتعمله كل فليكشر اتعمل معاه ميديا بوزيشن غصب عني وعنه. نمرة اتنين اول توبر فيل فور بص الاثنين فليكشر اوف فيرتيبرال كول هيعملوا فليكشر اد ان ريزنج ريزنج وانت بتهم بتقوم من ايه يا ولاد اوف ذا تايم من حاجه اسمها ريكامبانت بوزيشن. ايه معنى ريكامبانت؟ رابط سيتنج ايه ايه مش دوك لا يبقى العضله ديت بتسد مين اللي شد على مين بقى لما كده؟ انسيرشن شد على مين؟ الارض اسمها ايه العضله دي لما كده؟ صور فيل اسمها ايه؟ صور فيل. نقدر نفس لو ذاكر صور ليد لو حدش مذاكر الارض من اول السنه وذاكر لور بس ينجح ويجي تاني تصدق؟ لور بس يعني لور بس يعني لو انا فرجت عندي ضمير لمده ثلاث اشهر ونيمته تاني هنجح في الجاي في سنه وست سنوات. بس طبعا برضه الطلبه اللي قاعده ضامنها ولا راجع تذاكر الصور طب لو ذاكرت لور مش هقدر ده دلوقتي لما اقفل الصور طب الصور كتير مش هتقفل ولور غير مخصوص وهتسقط السنين ده 10 سنين. طبعا اي واحد ناوي يعوض حاجه في حساب اي منهج لا لور هتذاكر دلوقتي هو لور على وش الاخر مش كده لا خلص قاعد مع بنت يوم او اثنين قاعد تذاكر حاجه في الصور اقسمه مره هارد مره لانج مره انتركوستر ديب مره في الطايب والكلام الكلام بس يوم منفصل لما واحد يقطع اللور يقول لك انا مش هتذكر اللور ليه عشان يلم الصور اللور بقى في نصه ولا لسه بلم الصور سيبها يلم ده ولا يلم ده اللور ليه اربع اسئله وليه لجنه شفوي وليه اسئله نص الامتحان العملي وليه ربع امتحانات يعني كبير يعني اللور ده 100 درجه بقى كده وش الاعمى فطبعا اللي هيذاكر اللور كويس هيبقى عنده ده لوحده فبالتالي مش محتاج بقى واحد يبقى عمال يجري ورا كتاب وكتاب وكتاب بصراحه يعني انا بقول الكلام ده في كلنا انا عارف الناس اللي بتجيب صور كتير بس بالنسبه للناس اللي ما بتذاكرش فلو عندي زميل اللي بتكلم عليه ده سميته العضله اسمها صور اسمها ايه؟ صور اللي جاي بقى مش شفتها قوي الصور اللي انت بتاعتها اللي هي اكشن تاني على الهاي بتعمل لها ريفليكشن للدرام لو انت عملت كده لو واحده اشتغلت الناس اللي بتعملها صح تقدر تقول الصور دي لو شدت على الفيرتبرا كلها بتديها لاي نعمه انسبشن شد على الارض ما حدش فينا عادي ما حدش فينا والله بتعمل لي ده ريفليكشن دي يبقى العضله دي تقدر بس مين شد على مين بقى لو كده انسبشن شد على الارض اسمها العضله ديت صوره سميت يبقى لو الارض ده انسبشن ده انا الفيرتبرا كلها بتعلم كده يبقى حركه اسمها لا لسه بقول حاجه للطلبه الصحيحين لما الفيرتبرا كلها بتدي لقدام ده اسمه ريفليكشن طب لما ارجع ورا اكستنشن طب لما تيجي على الجنب سموه لا ريفليكشن سموه ايه؟ لا تفليكشن، تبقى بتني قدام تعمل فريش، تني لورا اكستنش، تني كده تبقى لا تفليكشن، هنا بقى مين بيشد على مين؟ انسبشن بيشد على الارض، مش كام ده العضله اللي بتسمي انت ولاد سوبر سبيد، اسمها ايه؟ سوبر سبيد، واللي جنبها اسمها ولاد اللي هي مش شايفين على بعض بقى حاجه اسمها هيليو سوبر، اسمها ايه؟ هيليو، الانسبت الثاني تركانتر من اشهر اسئله العامل في مرة الترابيز وعلامه التباشير على لسه تركانتر، سوبر سبيد ما بتجيبهاش على الجزء، تقريبا هيك سبب على كده ما بيجيبهاش ان لما تفصل اللي هو نيل اللي ورات الاسفاف والمشرحه الصوت بتطلع هنا كده. سيب كلها في الامن نجيبها في سنه ثانيه اللي بعيدنا في اللي هو حته لحمه قد كده مش كده بس كلها مرفوضه كده لا ده مش بعيد مش كده لا يبقى لان العضله اساسا سنه ثانيه مش عشان تفصلون العضله مش عشان تفصلون سوبر سبيد في نفس الكلام موضوع الفراكشن ده بقى في موقف فيه دول بس المحاضره الجايه عشان الدكتوره مهدي اللي منه مفرد على الفراكشن تاني ده لما تقول له طلبوه بعد مش طلبوه هنشوف على الفراكشن ده 25 تاني موضوع كذا اللاتا روتيشن ويت اللي انت بتفصل كده بس تشوف هيعملوا ايه كل واحد يقول لك يبقى مين العضله
Inspector Laird Thomason. He got front of the site and then on the map Sartori. The Sartori is the other of the Fire The Sartori is the other of the other of the Fire Station. The Sartori is the other of the Fire Station. The Sartori is the other of the Fire Station. The Sartori is the other of the Fire Station. The Sartori is the other of the Fire Station. The Sartori is the other of the Fire Station. The Sartori is the other of the Fire Station. The Sartori is the other of the Fire وبتصر عليهم سجني دعم الليل فالكتبة نرى السماء سرطولي أطول عضل في اسم الإنسان يعمل في أي تلفة من Insert the
فضله اسمها تيبيا افرفار ميديا سنسيتيف. بالافرفار ميديا سنسيتيف حضرتك كانوا عاملين يعملوا ريسيرش حضرتك اسمها جراسيس الرشيقه وسيمي تيسنوز سايكل اس جي اس اس جي اس. الثلاث حضرات دول هم الكورجاي رود لاند بنتريشن. انا بعد السؤال السانتوريوس بتاع المدرسه من فوق لتحت طلع من انهي سباين ما نزلش فيه مع الاثنين مع بعض طلع من سباين اسمه انهيوس سوبيريور سباين. انا بعد طلع من انهيوس سوبيريور سباين مش تدي طلع من انهيوس سوبيريور سباين ده داونلود الميديا ده داونلود الميديا على السايت لغايه ما وصلت على ميديا سايت. ولما وصلت لميديا سايت عندي قدامي مين على الوار اكسس ورحت الابر بارت بتاع ميديا سيرفس اوف تيبيا ابر بارت ميديا سيرفس اوف تيبيا. هنا في القلب في عضله ثانيه في اسمها جراسلس وعضله ثالثه اسمها سيريال تيزنوز مش هيحصل يعملوا سيرش من قدام لورا واربعه اس جي اس اس جي اس اس اي جي اس سارتوريا جراسلس انا كفايه السارتوريا بس ما بخصش الاسماء بتاعت اكشن. نرد الصبايا طبعا في مره نرد الصبايا طبعا مين؟ نوع الفرد اتفقنا ليه في مره الاكشن. العضله دي في الاكشن بتاعتها هي بالنسبه للهيدرويد عدت قدام ولا عدت ورا؟ قدام فتشد تعمل له فليش. العضله دي عدت قدام الني جوينت ولا ورا؟ ورا فتشد تعمل له فليش. طبعا حركه الني جوينت دي فليكشن واسمها اكستنشن عكس الابر. لان طبعا انت لو بصيت على الليك والرجلين هتلاقي صبعك الكبير لاترال تحت صبعك. احنا لما اتخلقنا دراعنا كان عمود كده ورجلينا عموديه كده. بس الابر كملت اوفر اب لاتر واللي هو لف مين؟ عشان كده كتبت الفصه دي هيبقى عكسها اوبليتيا تبص هنا مش كده لا وصبعك الكبير ده كده يبقى كده الحركه عكسيه. فبالتالي بسال السؤال ده مالي دعوه بفن مالي دعوه بفن خمسه تايبيع ده فليكشن اكستنشن فليكشن اكستنشن انما ليه دعوه بايه؟ ده اسمه فليكشن وده اسمه ايه؟ اكستنشن ده اسمه ايه؟ فليكشن وده اسمه ايه؟ اكستنشن. انت عايز تقول بقى سانتوريس راح اتعملت ازاي؟ لان هو يفهم يفهم سانتوريس فلتر من فوق لتحت لما لقيت ان جوينت ما مشيتش قدامه ده مشيت من جنبه وراح صفر لو شدت على التيبيا تعملها ايه؟ فليكشن. يبقى عارف فليكشن لكام جوينت ولا الاثنين فليكشن فوق فليكشن تحت. اللي جاي ده كل سنه بعد المحاضره بتزيده تاني قالوا ليه؟ انت فاكر انت مكسر حد تاني خالص قالوا ليه؟ قالوا ليه؟ انا هحط الدور بقى على براحتك فاهم كده فاهم انا فين؟ السرطانية الثالثة كده وهي لسه كده محل سرحان السرطانية الثالثة كده على الصايد لو شدت تخليك نفسك تعملوا ليه في الحركه دي؟ لا ترونيشن تلفوا في ايديك شدوا كده تعملوا لا ترونيشن. طب لو عملت كده على التيبيا شدها ايديا روتين يبقى عملت ايه فوق وعملت ايه تحت؟ ولازم تحت مين؟ اخر حاجه الاسكيب العضله جايه من هنا ومايله كده تقول السايت عليه بره شويه تعملوا حاجه اسمها ابدكس عايز تلات اكشن فوق واتنين تحت فوق فليكشن تحت فليكشن فوق لا ترونيشن تحت ايديا روتين وفوق ايه ابدكس. لما تقعد على القهوه تخرج من كليه التجاره احنا ما بنعملش القعده دي صرف الحاجه الوحيده اللي بتقيسها انا كنت عمال اشوف اليوم قبل التخرج ده لو قعد على القهوه كده احط جزمتي الماده دي سانتوري انت ده اكشن ده بيسموه تيلر بوزيشن كان زمان بس فاكر في الاول الدرس يحط هدومه على رجله كده ويشتغل كده يزدها في رجله كده الماده دي تيبيكال سانتوري ازاي تيبيكال سانتوري الراجل عشان يقعد القعده دي عامل فريكشن للصاير عمل فليكشن لمين؟ تمام. وبعد بدا يلف رجله كده شويه يعمل ابدر والفالر والرجل اللي فيها مين؟ وهو بيلف ميديا بنت تزنون كده فتصاب الوضع تاثير البروفيشن لما تبقى قاعد في البيت حاطط جزمتك في وش خلقي ده كله كده فده تيبيكال فاكتوريز. ايه اللي عمله بقى في التيبيكال فاكتوريز؟ تيبيكال كروس ليج بوزيشن تيبيكال كروس. طبعا في ناس محترمه تحط رجل على رجل كده في ناس غير محترمه تحط جزمه كده ده عدم الاحترام. الوضع ده بقى انا عايز اساله عشان الناس بتتعلم اسال سلام عليكم كام اكشن كده عايزين خمسه اكشن مين خمسه اكشن فرق عملت فليكشن فوق فليكشن تحت عملت فليكشن فوق فليكشن تحت وفوق خليت الطاي بره ما قطعش ولفيت ولف وتحت لميت الانجينير عملت ايه ده اسمها العضله دي اسمها ساتورن. الساتورن في هذا من فوق لتحت شكل الطريق اللي فوق ده اسمه فيمر فرايم وبعد كده تعمل موف كمان اسمها الدكتور كانت وهي نص سوبرفيشال ستراكشر. طبعا لما اقلب الصفحه بلاقي الكلام ده مكتوب ماليش دعوه بيه. كده كنت بقعد اتراجع اللي هو لنا وخدت الصفحه بتوعي كمان اللي بيقولوا لي انا ما اعرفش عنه حاجه بصراحه تعيس يعني انت اللي انا واقف على اللي اعرفه بس اول كلمه ان الساركوليوس بتاعتنا هي نص سوبرفيشال ستراكشر فرونت اوف ذا سايد او في عين انها طبعا للناس الصحيه انا بنت انا بنت
اجتماعيه. الناس اللي هنا دي تصور كلها تصور وتنهار في لحظه الناس دي كلها مش هتصور. هنا بيبقى في عضله اسمها ادراك في اللوكس فراكش بيقعوا فيها والجوانب دي بيبقى بتعمل مثلث. المثلث ده ميمورال ترانك اسمه ايه؟ ميمورال ترانك. يبقى الميمورال ترانك ده لما لمسه هنكشفه للخصوم اللي عملها اكتر. الليجمنت فوتس من جوانب والعضله اسمها سارتوري. وهنا في عضله اسمها ادراك في اللوكس اسمها ايه؟ ادراك في اللوكس اسمها ايه؟ ادراك في اللوكس العضله دي. لما بحصل في اللوك جت مع السارتوري جت مع الاجوان الليجمنت عملنا ترانك الترانك ده ميمور ترانك. لما تشوف السارتوري يا في الحته ديت مش شايل السارتوري في الراس الثانيه. هي فيها شخص السارتوري كده هتبقى في الشمال في الحته البيضاء اللي فيها ارش وبيت كانت اسمها سب سارتوري الكنيس او اتاك الكنيس. حتى الشعر الاخر مش مستكف. انا عايز بس اسالها كده واحده العضله مش مستكفه ليه؟ سارتوري بص الارش سارتوري انتيريور سوبيريور الياك سباين. طب السيرش بتاعها وانت بتتفرج على المنطقه او بتتفرج على نفسك لازم تخيل عضله مش تضايق تشوف على الاخر. ومهم جدا ان هو في ايديا يقرا على دي دلوقتي تعدي وراه ولا قدامه وراه بعد ايه وراه. مهم جدا عشان تقدر تعمل فيكشن. لو قعدت مش قدام الدور كانت عملت اكستنشن في الفيلم بره. ودي بتخلي بعض الطلبه لما نقول ان الفرنت اوف ذا ساي ار اكستنشن لدي جوينت رجل السارتوري اللي بتعمل فيكشن. بس السارتوري تيجي في الكوادرسيبس اللي عليها الدور. بس شكرا هسال السؤال قبل ما اسيبكم. العضله اللي واقفه دي اسمها كوادرسيبس اللي هي كام حته؟ اربعه. الواقفه عموديه اسمها طبعا الكوادرسيبس لوحدها تقوم سؤال انزل اخش امتحان تحقيقي تسكرايب اساس تسكرايب اكثر بس عضله اسمها كوادرسيبس. الدكتوره بقى طبعا ليها في العضلات بصراحه يعني جربت ابدكتور ودكتور اه يعني ليها في القصه. انا ممكن السؤال عضلات ممكن السؤال يبقى عضلات الموضوع سهل جدا. العضله الكوادرسيبس تمشي سؤال زي الفل. العضله دي فيها اربع هيد. الوقت في النص دي اسمها ريكتس كبرس، ريكتس يعني مستقيم. واللي هنا على الجنب دي وعلى الجنب دي اسمها باستس. باستس يعني وايد. عضلات فيها وايد كورس. الفيمر اطول عضله جدا، والعضلات دي اطول الفيمر من كل تحت. فبالتالي سمينا العضلات باستس. الرسمه ديت فيها عضلات موجوده، عضله اسمها باستس ميديان لاترال وريكتس كبرس. اما الفلوس الانتخابيه دي اللي اتشالت فبالتالي اسمها باستس انترميديت صارت فلوس بتبص معاها هنا. العين كده ولاد دي عضله ودي عضله ودي عضله الثلاثه دول ثلاث اجزاء من العضله والرابعه بتاعتها. هنا دي لوحتين حد كده بص على المنظر اللي احنا عملناه حطينا مين المقطوعه المستقيمه. كلمه ريكتس يعني مستقيمه. كلمه ريكتس يعني مستقيمه. كلمه ريكتس يعني مستقيمه زي بريك Thank you.